أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية الخاصة لمجريات الحرب. استمرار الاشتباكات في غزة وتكثيف القصف على خان يونس ورفح في اليوم 33 بعد 100 للحرب. هذا وكشف وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت هوية 12 موظف في وكالة الأمم المتحدة للغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وقال أنهم شاركوا في هجوم 7 أكتوبر. وعلى الجبهة الشمالية، وبعد خطاب جديد لأمين عام حزب الله حسن نصر الله، هدد باستهداف إسرائيل من شمالها وحتى جنوبها بصواريخ الحزب الدقيقة. واستمر القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله. والرئيس الأمريكي يقول إنه حث نتنياهو على التوصل إلى صفقة تبادل جديدة للأسرى ووقف مؤقت لإطلاق النار. سنناقش كل هذه التطورات بعد قليل. من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وينضم إلينا مراسلنا بليغ صلاحدين. أهلا بك بليغ. بليغ، صورة آخر التطورات الميدانية لديك. نعم، هلا. إذا فعلا يوم هادئ بشكل غريب، يعني بعد التصعيد في الأيام الأخيرة والقصف المتبادل الذي شاهدناه في آخر يومين على الأقل، خصيصا بعد قتل أو بعد مقتل مدنيين في الجانب اللبناني كما يقول حزب الله في النبطية وعدة مناطق، وما أسفر عن التهديدات التي استمعنا إليها من قبل نصر الله الأمين العام لحزب الله في خطابه هذا اليوم الذي قال فيه أن الدم سيقابل بالدم، أن هدفات من قبل حزب الله في رده ستكون تجاه مواطنين إسرائيليين أو جنود إسرائيليين، ولن تكتفي فقط باستهداف مواقع استراتيجية ومواقع عسكرية مختلفة كما كان في الفترة الأخيرة. لا شك أن هذا تصعيد خطير، ولكن نشهده فعلا على أرض الواقع حتى الآن على الأقل. يمكن أن يكون طبعا الهدوء ما قبل العاصفة كما يقال. في هذا اليوم لم يكن هناك أي صفارات انذار، أكثر من 24 ساعة بدون صفارات انذار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. يمكن أن يكون أيضا هناك علاقة طبعا للطقس وحالة الطقس الصعبة هنا على الحدود كما ترون، ولكن في نهاية الأمر كان هناك فقط استهداف واحد من قبل عناصر حزب الله، هكذا على الأقل الإعلان الذي جاء من الحزب، لأربع مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود. لم يكن هناك صفارات انذار، هذا يوضح أن الاستهداف يعني قامت به القوات أو عناصر حزب الله من قبل باستخدام صواريخ ومضادة للدبابات، وليس يعني صواريخ يمكن أن تفعل القبة الحديدية أو القذائف التي يمكن أن تطلق صفارات الانذار. إذن يعني هذا هو الاستهداف الوحيد الذي كان، لم يكن هناك رد من قبل الجيش الإسرائيلي فقط يعني خلال الليل. نستطيع أن نقول يعني في 24 ساعة الأخيرة كان هناك قصف إسرائيلي تجاه بلدة في جنوب لبنان استهدفت مواقع لحزب الله، قالت أنها قتلت عناصر من حزب الله، وفعلا كان هناك اعتراف من قبل الحزب بمقتل شخص آخر من صفوف فيه ليرتفع العدد إلى أكثر من 200 شخص. ولكن يعني هذه الأمور الميدانية حتى الآن التي نراها. الرد على خطاب حزب الله جاء فقط من أفيخاي أدري عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، قال فيه مخاطبا المواطنين في لبنان، يقول لهم يعني أن حزب الله يستخدمكم لكي يعني يحقق الأطماع الإيرانية أو يعني المصالح الإيرانية في لبنان، في محاولة طبعا إلى التأثير على الرأي العام في لبنان لمنع حزب الله من التصعيد، الأمر الذي لا تريده إسرائيل ولا يريده أيضا الحزب على الأقل بحسب التعليقات والتصريحات الرسمية. نعم، بليغ صلاحدين من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، شكرا لك على كل هذه المعلومات. وأرحب في ضيفي حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. أهلا بك سيد حسين. أهلا بك سيد حسين. تقارير لول ستريت جورنال تقول أن مصر تستعد لاستقبال لاجئين من قطاع غزة في حال بدأت إسرائيل عملية في رفح، هل هنالك أي تغيير في الموقف المصري الرسمي في ذلك؟
الموقف المصري معروف وأعلن حضرتك خلال الأسابيع الماضية إنه مصر أولا ضد أي عملية عسكرية في منطقة رفح، ثانيا إن مصر تعارض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة خارج أراضيهم، ثالثا إن مصر يعني بتحذر إنه هتكون هناك عواقب وخيمة في حالة حدوث هجوم إسرائيلي على منطقة رفح على حدودنا مع غزة. ده الموقف المصري، الموقف المصري ما تغيرش. كان في البعض قال إنه في هذه الحالة إن مصر يعني هيبقى ليها موقف معاهدة السلام. الحكومة المصرية نفت ذلك، قالت إن إحنا ملتزمين بمعاهدة السلام مع إسرائيل طالما إسرائيل بتحرم بنود المعاهدة. الوضع هو ده الوضع حضرتك، هو ده الموقف مصر، ولا تغيير في الموقف المصري. نعم، أيضا سيد حسين، مصر هددت بتعليق معاهدة السلام في حال بدأت إسرائيل عملية عسكرية دون تسوية قضية النازحين. ماذا تعني مصر عندما تهدد بتعليق المعاهدة؟ أنا بعد إذن حضرتك، يعني ما فيش أي مصدر رسمي مصري قال أدلى بتصريح، سواء تصريح ضمني أو واضح صريح بيقول فيها إن مصر لن تلتزم بالمعاهدة أو هتدخل تعديل على المعاهدة. بل بالعكس، في مسؤول مصري رفيع المستوى عندما ترددت مثل هذه الأنباء خلال الأسبوع الماضي قال إن مصر ملتزمة بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية طالما إنه إسرائيل التزمت بها. وبالتالي لا مجال للحديث إن مصر هددت بأي صورة من الصور على لسان مسؤولين في الحكومة المصرية إن هي لن تلتزم بمعاهدة السلام. لكن مصر قالت، ما قالته مصر حضرتك هو إنه في حالة وقوع هذا الهجوم العسكري الإسرائيلي على منطقة رفح هتكون هناك عواقب وخيمة. نعم سيد حسين، أيضا هنالك بعض التقارير الدولية تشير أنه في حال عرضت على مصر مساعدات اقتصادية كبيرة، وجميعنا يعرف الأزمة التي تعيشها مصر، هل يمكن لهكذا مساعدات من البنك الدولي وغيرها من الجهات الدولية أن تغير شيء من مسألة تهجير الفلسطينيين غزة نحو سيناء؟ طبعا لا يا فندم، يبدو اللي بيقول هذا الكلام مش عارف حضرتك أولا الشخصية المصرية، مش عارف الدولة المصرية بتفكر إزاي، ومش عارف كمان تاريخنا مع القضية الفلسطينية. نحن منذ عام 48 وحتى قبل عام 48 وحتى هذه اللحظة لم نساوم بالقضية الفلسطينية أبدا، ولن نساوم بالقضية الفلسطينية، لأن احنا بالنسبة إلينا في مصر حكومة وشعبا بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي، احنا القضية الفلسطينية هي قضية أمن قومي مصري قبل أن تكون قضية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. وبالتالي مصر لها مواقف مبدئية بالنسبة للقضية الفلسطينية، وهي وإذا رجعنا حضرتك لاتفاقيتي كامب ديفيد ورجعنا إلى دباجة معاهدة السلام، هو ده الموقف المصري حضرتك كما ورد في الوثائق الثلاثة، إنه القضية الفلسطينية يتم تسويتها وفقا لقرار مجلس الأمن 242. ما زال هذا، طبعا مصر بتمر بأزمة اقتصادية، أزمة مالية، لا ننكر ذلك، لكن لن نقبل أبدا إن احنا نساوم على مستقبل الشعب الفلسطيني ومستقبل القضية الفلسطينية بهذا الشكل اللي لا أحد في الشعب المصري يرتضيه لمصر. نعم سيد حسن، مصر استضافت وتستضيف مفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، ولكن طرفي الصراع متمسكان بموقفهما، أي أدوات ضغط تملك القاهرة لتحريك هذا الملف؟ حضرتك هو يعني المباحثات، يعني المباحثات حضرتك على مستوى
أقل مما كانت عليه في باريس وأقل مما كانت عليه في القاهرة منذ يومين. المحادثات حضرتك لم تتوقف، المحادثات أعتقد أنه في بحث في إسرائيل وفي بحث لدى حماس، وما زالت الإدارة الأمريكية ومصر وقطر يدفعون في اتجاه التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن والمحتجزين والاتفاق على هدنة ممتدة هذه المرة، ثم الحديث عن الترتيبات المرحلة الانتقالية بعد أن يعني نتوصل إلى تهدئة، وكيف يمكن الربط بين التهدئة وبين التسوية السياسية للقضية الفلسطينية. لكن لا نستطيع أن نقول إن المحادثات يعني حضرتك فشلت أو أجهضت أو أحبطت، لا، في نقاش ما زال دائرا، لكن بعيدا عن وسائل الإعلام، حول التوصل إلى حل وسط بين ما تطلبه حماس وبين ما تطلبه الحكومة الإسرائيلية. وأعتقد إنه الجميع في تصورنا في مصر، يعني إن الجميع حضرتك في حاجة إلى هدنة، الجميع في حاجة إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن والمحتجزين، محتاجين اتفاق للإفراج عن معتقلين وأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. يعني الجميع في حاجة إلى وقفة مع النفس وإلى اتفاق يعني يمنع المزيد من التصعيد، سواء في قطاع غزة، في الضفة الغربية، أو في الشرق الأوسط وجنوب البحر الأحمر، ودي مصلحة للجميع. نعم، موقف مصر من القضية الفلسطينية واضح، لكن في الحكومة الإسرائيلية هنالك من لا يرغب لحل سياسي لهذه القضية. السؤال هو، هل يمكن أن تقود مصر تحركا عربيا لحلحلة الطريق المسدود التي وصلت إليه هذه الأزمة؟ حضرتك يعني مصر مع دول مجلس التعاون الخليجي، مع الأردن، مع إدارة الرئيس بايدن، بتعمل يعملون كل هذه الدول بتعمل حضرتك على بلورة رؤية مشتركة بالنسبة لليوم التالي بعد أن ينتهي الهجوم العسكري واسع النطاق الإسرائيلي على قطاع غزة. بغض النظر عن الحكومة الإسرائيلية الحالية وتوجهاتها، بغض النظر عن تركيبة الائتلاف الحكومي في إسرائيل، نحن على ثقة إنه الرأي العام الإسرائيلي في القريب العاجل هيدرك إن الحل الوحيد هو تسوية القضية الفلسطينية وفقا للمرجعيات الدولية. مثلما وقعت مصر والأردن مع إسرائيل معاهدات سلام استنادا إلى قرار مجلس الأمن 242 في نوفمبر من عام 67، اللي بيجسد صيغة الأرض مقابل السلام، نحن على ثقة أنه في المستقبل المرئي الرأي العام الإسرائيلي وقوى سياسية في إسرائيل هتصل إلى نتيجة أنه نحن إذا استمرينا على الوضع الحالي هنكون في حلقة مفرغة، دائرة جهنمية من القتال والقتال المضاد وعنف هنا وعنف هناك. وأنا لا أعتقد أن هذا هو المستقبل الذي نريده لأطفالنا جميعا، سواء كنا بنتحدث عن أطفال فلسطين، أطفال الدول الأطفال العرب، أو الأطفال في إسرائيل. يعني أما الواحد بيشوف حضرتك مناظر الأطفال في غزة ثم أشوف مناظر الأطفال في إسرائيل، أقول يعني أن المأساة اليوم أن الأطفال دولت كلهم لازم يكونوا بيعيشوا مع بعض، بيتحاوروا مع بعض، بيكنوا المودة لبعض. إحنا الجيل بتاعنا وحكام سواء كانوا في إسرائيل أو في السلطة الوطنية الفلسطينية أو في حركات المقاومة الفلسطينية، يجب أن ينظروا إلى المستقبل من هذه الرؤية. ننظر إلى المستقبل على أساس أن السلام والأمن والرخاء هو حق لكافة الشعوب في المنطقة، بما في ذلك الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي.
نعم السيد حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، شكرا لك على كل هذه المعلومات. ويجب أن أنوه لهذا الخبر، صافرات الإنذار تدوي في كريات شمونة وكافة مدن شمال إسرائيل. وننتقل إلى غلاف غزة، ينضم إلينا مراسلنا وسام كبهة. أهلا بك وسام. وسام، صورة آخر التطورات الميدانية لديك. نعم، هلا التصحيح، متواجدون في مكان، ما زلنا في يعني بلدة كريات ملاخي، حيث كانت العملية اليوم التي أسفرت عن مقتل 2 من الإسرائيليين وجرح 4. واحد منهم كان في حالة خطيرة، تشير التقديرات أنه يعني في حالة حرجة جدا، وهو طفل عمره يعني في 16 عاما، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات القريبة من مدينة كريات ملاخي، وهذا أدى إلى نفير عام في جميع المدن المحاذية لغلاف غزة وفي جنوب إسرائيل، وتحديدا حتى القريبة من أشدود وعسقلان، تحسبا لأن تكون هناك عمليات فردية أخرى. وهناك نشاهد العديد من القوات الشرطية التي تتجول في المكان، وبفعل هناك حالة من الاستنفار. قبل قليل كانت هناك أنباء تشير طبعا هلا إلى وجود طبعا العثور على وثائق لحركة حماس في أنفاق في خان يونس. هذه الأنفاق حتى بحسب مصادر إسرائيلية تشير لها وتقول بأنه تم العثور على وثائق يعني بصدد أسباب هجوم 7 أكتوبر. طبعا لابد للحديث، والجميع يعلم كما قال الخبراء بأن يعني أسباب بحسب هذه المصادر بأن أسباب 7 أكتوبر هي كانت عدم أن تكون هناك علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل، ولكن نجم هذه الوثائق عندما عثروا عليه الجيش الإسرائيلي كان مكتوب اسمه يعني بكل الوثائق، هو وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي بحسب قادة حماس بحسب هذه الوثائق هو طبعا كان السبب الرئيس الذي جعلهم أن يقوموا بهجوم 7 أكتوبر، بسبب يعني تأييده وتشديد الإجراءات على السجناء الفلسطينيين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وطبعا تمديد صعوده دائما هو واليمين المتطرف، وتحديدا هو إلى المسجد الأقصى المبارك، وبحسبهم أنه كان هو استفزاز للعرب والمسلمين. وطبعا كانت هذه إحدى الأسباب. يجب أن نشير هلا أنا يرى البعض في إسرائيل أن هذه الوثائق قد تخرج إلى العلن، وقد تشكل طبعا العديد من الفوضى في إسرائيل، خاصة لسهام النقد الموجهة لوزير الأمن الإسرائيلي طبعا إيتمار بن غفير، الذي يرى البعض في عام 2021 في عملية حرس الأسوار أنه كان هو المسبب الرئيس لهذه الحرب واندلاع الحرب، التي كانت أيضا فيها منافكفات بين اليهود والعرب في بلدات المختلطة بسبب أنه قام بنقل مكتبه إلى منطقة الشيخ جراح. اليوم ربما طبعا هذه الادعاءات تشير انه ربما هو كان ايضا من المسببين بحسب طبعا الوثائق التي عثر عليها، فسيكون له العديد من النقد. حراك كابلا عاد الى الشوارع، عائلات المختطفين ايضا تخرج الى الشوارع، فسيكون له نقد جدا كبير. هذا على سياق ما وجد مؤخرا. ايضا يعني اليوم تحدث وزير الامن الاسرائيلي يوآف جالانت الى وسائل الاعلام الاجنبيه تحديدا لمراسلين اجنبيين، وقام بيعني اظهار صور. نعم. لاشخاص يعتبر انهم شاركوا في عمليه 7 أكتوبر، أنهم يعملون في جمعية الإغاثة أونروا، وقال بأن هناك 13 من العاملين في أونروا على ما يبدو أنهم شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، وطبعا قام برصد صورهم. وطبعا الجهة الفلسطينية ينكرون ويقولون أنهم يعني يعتبرون فقط سكان من قطاع غزة ولا يعملون في الأونروا حتى هذه اللحظة. وإن أشرت لي فقط بأمر صغير، طبعا كان دانيال هاجاري تحدث اليوم وقال بأنه عثر في مستشفى ناصر في جنوب خان يونس على أدوية كانت مكتوب عليها أسماء المختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة، ويشير بأن هذه الأدوية هي ليست الأدوية التي أدخلتها الوساطة القطرية، لذلك سيكون طبعا لا أحد يعلم ما هو سبب وجودها هناك، ولكن تأكيدات إسرائيلية تشير أنه كان هناك مختطفين في مستشفى ناصر. شكرا جزيلا مراسلنا وسام كبهة من الشريط الفاصل مع قطاع غزة. وينضم إلي عبر خدمة السكايب دكتور مئير مصري، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية. أهلا بك دكتور. دكتور مئير، صفرات الإنذار تدوي في كريات شموني وكافة مدن الشمال، وفي اليوم تحديدا هدد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، هل هذا هو التحديد الذي تكلم عنه اليوم؟ أفندم، هل هذا هو ماذا؟ هل هذا هو التهديد؟ لقد هدد اليوم بأنه سوف يكثف عملياته، وفي هذه اللحظات صفرات الإنذار تدوي في مناطق شمالي البلاد ومدينة كريات شموني. يسأل على هذا نصر الله رئيس العصابة الأمين العام. نعم.
نعم، نحن في إسرائيل مستعدون، لدينا 80,000 من النازحين من مدن وقرى المتاخمة للحدود الدولية مع لبنان. إسرائيل كذلك حشدت عدد كبير من الجنود الإلزامي وكذلك جنود الاحتياط وضباط الاحتياط إلى المنطقة، منطقة إلى الجبهة الشمالية. وكذلك إسرائيل اليوم تهيئ وتحشد القوات من أجل الاستعداد والتأهب. وبالتالي نحن على أهبة الاستعداد اليوم. القرار لا يجب أن يتخذ، والمسألة هي سياسية أكثر منها عسكرية. إسرائيل مستعدة عسكريا. السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو ماذا سوف يكون مدى تعاون الولايات المتحدة مع إسرائيل في حال أقدمت إسرائيل على تدخل بري في لبنان. نحن نقول جنوب لبنان لأنه اليوم تعرفون حزب الله يطلق الصواريخ من البقاع، القيادة العامة هي في الضاحية الجنوبية وفي محيط بيروت بشكل في أكثر من منطقة، ليس فقط في الضاحية الجنوبية. وبالتالي الوضع اليوم أصبح يختلف عما كان عليه في مواجهات سابقة مع ميليشيات كانت تحاربها إسرائيل على الأراضي اللبنانية. وبالتالي لو دخلت إسرائيل في لبنان ماذا سوف يكون الموقف الأمريكي؟ حتى هذه اللحظة هناك أولا وساطة فرنسية تبدو لي عباسية تراوح نفسها لا تؤدي إلى أي نتائج. ومن ناحية أخرى، هناك الولايات المتحدة الرئيس بايدن وإدارته يحاول أو تحاول الإدارة حتى هذه اللحظة أن تتفادى الدخول في أو إدخال المنطقة في حرب شاملة، و تسعى ربما إلى أن تحل الأزمة بالطرق الدبلوماسية، ولكن هذا أيضا ليس من السهل في هذا الظرف الدقيق. النقطة الأخيرة التي أود أن أقولها أستاذي الكريمة هو أنه نحن نعرف أنه حزب الله أو حزب إيران في لبنان بالأحرى دخل في هذه المعمعة لمساندة الإرهابيين في قطاع غزة، ولكن لو انتهت الحرب أو بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة، ونحن اليوم على وشك الانتهاء من المرحلة الثانية من الحرب التي سوف تنتهي بعملية اجتياح رفح، ولكن الموضوع لن يقف فقط عند مجرد أنه يتوقف حزب الله عن إطلاق الصواريخ، لأنه حزب الله اليوم يعني دكتور مئير أصبح محتلا. دكتور مئير، هل تؤكد لنا أنه سوف تكون هنالك عملية في رفح؟ نعم، أنا أعتقد أنه لا معنى للحرب بدون أن يكون هناك بسط، إعادة بسط للسيطرة الأمنية الكاملة على جميع القطاع، إلا إذا استسلمت حماس. هذه مسألة أخرى. الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لتأجيل الدخول البري لعدم عرقلة المفاوضات حول تحرير المختطفين ربما، وكذلك حتى يكون هناك خطة واضحة لإسرائيل لإخلاء المدنيين من مدينة رفح ومحيط مدينة رفح حتى لا توقع عدد كبير من المدنيين. نعم، ولكن دكتور مئير حتى الآن لا يوجد خطة كهذه. لا توجد خطة مكتملة الأركان لدى الجيش، ولكن الجيش لا يريد الإعلان عنها. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى الولايات المتحدة تضغط على مصر، على إسرائيل عفوا، حتى لا يتم التوصل إلى هدنة، وبموجبها يتم الاتفاق على مسألة وقف وإخلاء سراح المختطفين. وفيما يتعلق بحزب الله أستاذ الكريم، نحن أن ننوه أنه حتى إذا انتهت الحرب وأقدم حزب الله على وقف إطلاق الصواريخ، هذا لا يكفي بالنسبة لإسرائيل، لأنه اليوم أصبح يحتل مواقع متقدمة للغاية في الجنوب اللبناني لم يكن يحتلها بعد العام 2006. إذن هو استغل، حزب الله استغل هذا الظرف من أجل التقدم على حساب الجيش اللبناني وعلى حساب قوى الأمم المتحدة اليونيفيل الذي لم يعد لديها اليوم أي محل من الإعراب حقيقة، ولا تلعب أي دور فعال وغير فعال. وبالتالي اليوم حزب الله هو جار لإسرائيل وممسك تماما بزمام الأمور في المناطق المتاخمة للحدود من الجانب اللبناني، وأنا لا أتصور أنه سوف ينسحب من هذه المواقع بسهولة حتى بعد انتهاء الحرب. وبالتالي هذه مسألة أنه رضى حزب الله وبالتوازي مع ذلك الدخول في مفاوضات من أجل إدخال الدولة اللبنانية على الخط وتفعيل قرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن 1559 و1701 هي ضرورة هامة للغاية
نعم. نظر لإدارة الرئيس بايدن وكذلك الوساطة الفرنسية. نعم. حتى يعود مرة أخرى حزب الله إلى ما وراء نهر الليطان. نعم دكتور مئير مصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية، شكرا لك على كل هذه المعلومات. وأرحب من قطاع غزة، ينضم إلينا ضياء حسن صحفي مختص بالشأن الفلسطيني. أهلا بك ضياء. ضياء أبو عبيدة في كلمته اليوم قال أنهم يجدون صعوبة في حماية الرهائن المحجوزين لديهم، هل هذا فقط للضغط على إسرائيل أم أنهم بالفعل يجدون صعوبة في حمايتهم؟ لا أعتقد ذلك فقط هدفه الضغط. صحيح أن الضغط جزء من الرسالة أو التي أراد أبو عبيدة إيصالها للمجتمع الإسرائيلي من أجل زيادة الضغط على أهالي الأسرى الذين يضغطون على نتنياهو بدورهم من أجل ربما الدخول في صفقة أو التوصل لصفقة مع حماس حتى ولو كانت بأي ثمن في الوقت الحالي. لكن أيضا هو يحمل رسالة حقيقية وواضحة، يتحدث عن صعوبات فعلية، هذه الصعوبات فعلية موجودة، لا يوجد دواء كاف في غزة، لا يوجد طعام كاف في غزة، لا يوجد ماء كاف في غزة، ولذلك باعتقادي ما يسري على المواطن أصبح يسري على قيادة حماس، يسري على قيادة أو عفوا يسري على الأسرى الإسرائيليين، لأن كل المواد تقريبا نفدت من الأسواق ولا يوجد ما يمكن أن تقي به حماس ربما قيادتها والأسرى أيضا مقارنة أو على الأقل يعني درجة متفاوتة. صحيح مع المواطن في قطاع غزة، لكن نعم. بالتأكيد ما يجري على المواطن نعم. في قطاع غزة حاليا بدأ يصل إلى الأسرى الإسرائيليين وحتى لقيادة حماس، ولذلك باعتقادي نعم. كل ذلك يحمل رسائل عديدة مختلفة، منها الضغط على إسرائيل من جهة وعلى أهالي الأسرى من جهة، ومن جهة أيضا فيما يتعلق بواقع نعم. الحياة وصلت في الفكرة قطاع ضياء. غزة نعم. نعم. ضياء حسن صحفي مختص بالشأن الفلسطيني، شكرا لك على كل هذه المعلومات، والشكر الموصول أيضا لجميع مراسلين في الميدان. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.